واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية خلال أسبوع. حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع. حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 455 عنصراً إجرامياً ومصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بنطاق 23 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل. وضبط معهم 285 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 54 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1129 قطعة سلاح ناري أبرزها جيرينوف ورشاش و129 بندقية و121 بندقية آلية و48 مسدساً و829 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و160 خزينة، إضافة ل1343 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 589,745 حكماً قضائياً، من بينهم 2407 حكم جناية و211,261 حكم حبس و294,439 حكم غرامة و81,638 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 32 متهماً قاموا بارتكاب 17 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 75 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 110 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1243 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها أكثر من 67.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يزيد على 1370.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 34.5 كيلوغرام، وضبط ما يزيد على 3.5 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى قرابة 12 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 12,919 قرص مؤثر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 13 مليون جنيه.